أكد اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس سلطة دبي للمجمعات الإبداعية أن دبي تواصل يوما بعد يوم تأكيد موقعها المتميز كمركز إقليمي محوري للإعلام العربي والعالمي، وذلك من خلال توثيق شراكتها مع كبرى المؤسسات الإعلامية ومضاعفة العمل على توفير البيئة الداعمة لأعمالها، سواء من بنية تحتية وخدمات لوجستية وأطر تشريعية، التزاما بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واهتمام سموه الكبير بتوفير مختلف عناصر الدعم للإعلام إيمانا بدوره المهم كأحد القطاعات الرئيسة التي تلامس حياة الناس بصورة مباشرة وتؤثر فيها. وقال سموه إن دبي حرصت منذ وقت مبكر ومع بداية إرسائها لقواعد اقتصاد معرفي جديد يقوم في جوهره على التنوع وعلى إتاحة المجال أمام مؤسسات الإعلام للعمل في مناخ رحب يمنحها المساحة اللازمة لممارسة أنشطتها على الوجه الأمثل والطاقات الإبداعية للظهور والانتشار انطلاقا من دبي التي ترفع دائما الإبداع والابتكار شعارا لكافة المبادرات النوعية التي أهلتها بجدارة لتصدر المراتب المتقدمة في شتى المجالات ومن أهمها مجال الإعلام. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر شبكة CNN العالمية في مدينة دبي للإعلام، وافتتاح سموه للاستوديو الجديد التابع للشبكة الإخبارية العالمية تزامنا مع احتفال الشبكة بمرور 14 عاما على افتتاح مقرها في دبي وإطلاق الخدمة العربية من خلاله، والتي ما لبثت أن تحولت خلال فترة وجيزة إلى إحدى أهم مصادر الأخبار والمعلومات باللغة العربية. وقد اطلع سموه خلال الزيارة على الاستديو الجديد وما يشمله من تجهيزات تقنية متخصصة تعد الأرقى من نوعها في مجال الإعلام الإخباري المرئي، بما يمثله الاستديو من قيمة مضافة تسهم في تعزيز قدرة الشبكة الإخبارية العالمية على تغطية طيف واسع من الأخبار انطلاقا من مقرها في دبي، مؤكدا أن العمل الإخباري بات من أهم المسارات الإعلامية التي تحظى باهتمام متنامي بين الناس، لا سيما مع تسارع وتيرة الأحداث والمتغيرات المعقدة من حولنا وفي مختلف أنحاء العالم.